الى بوتسوانا. وطيب وطبعا هيدينا يعني معانا اكتر عشان يقول لنا التفاصيل الخاصه بيها، تدريبات واخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي، زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي موجود حاليا في مقر الاهلي بالجزيره. كريم برحب بيك. بيك يا زميلي عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يعني يا كريم اكيد انت موجود حاليا في النادي الاهلي واخر الاستعدادات الخاصه بالفريق الاول وقبل سفره الى بوتسوانا، كلمني عن اخر الاخبار اللي موجوده في التدريبات وخلاص القائمه تم اعلانها، لكن الاستعدادات للسفر امتى الفريق هيتوجه الى المطار وهيسافر الساعه كام وهيوصل بوتسوانا الساعه كام واخر الاستعدادات اللي انت عارفها؟ يمكن طبعا في البدايه كالعاده بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني والنادي الاهلي في مباراه العوده، ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي كما شفنا وشاهدنا في المباراه الاولى الاصرار والعزيمه والجديه اللي احنا شفناها على لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله بنتمنى ان هي تكون متواجده في بوتسوانا والظروف ان شاء الله تكون مساعده النادي الاهلي. يمكن ابدا معاك، التدريب كان محدد لي في الساعه 6 مساء، لكن نظرا للسفر تم تعديل الامرار ليبدا في الساعه 7 مساء. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده عقب انتهاء المران، النهارده المران لسه بادئ يمكن زميلي عمر دلوقتي يمكن من 5 دقائق ومن 10 دقائق، لكن قبل المران النهارده كانت في محاضره فنيه هامه جدا لمستر باتريس كارتيرونا المدير الفني وكابتن محمد يوسف، كانت داخل غرفه خلع الملابس. النهارده كان محاضره استغرقت 25 دقيقه، كان فيها بعض لقطات في الفيديو لفريق تاون شيب بطل بوتسوانا، مراكز القوه والضعف، مباراه النادي الاهلي الاخيره امام تاون شيب. اتكلم بشكل كبير جدا مستر باتريس على تصحيح الاخطاء، لابد من التركيز الكبير جدا في هذه المباراه، هيكون في جمهور متواجد في بوتسوانا لوزر طبعا بطل بوتسوانا، كل الامور دي احنا متعودين عليها كنادي الاهلي وانتم لعيبه كبار متعودين عليها، مباراه غايه في الاهميه، عايزين نصحح المسار بشكل صحيح وسليم زي ما صححناه في المباراه الاولى. كانت اكيد محاضره تحفيزيه كبيره جدا باتريس على الرحله النادي النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده هيكون في 60 دقيقه تدريب فقط لغير، من بعدها يكون في تناول لوجبه عشاء هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ثم التوجه الى مطار القاهره، يعني هيكون متواجد النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي في تمام الساعه 10:10:30 في مطار القاهره، هيتوجهوا الى اثيوبيا عبر الخطوط الاثيوبيه طبعا مصر الطيران الاول الى اثيوبيا، رحله تستغرق من 4 ساعات الى 4 ساعات ونص، ومن بعدها ترانزيت في مطار اثيوبيا لمده 1:30، ثم التوجه من جديد على الخطوط الاثيوبيه الى بوتسوانا، رحله ايضا كمان تستغرق من 3 ساعات الى 3 ساعات ونص، رحله شاقه شويه لكن بنتمنى ان شاء الله تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. الاجهاد اللي بيسببه طبعا السفر اكيد الجهاز الفني بقياده مستر باتريس الكابتن محمد يوسف، هيكون في بعض التدريبات الريكفري بعد الاستشفاء ان شاء الله في حاله الوصول باذن الله الى بوتسوانا، لكن عايز اطمنك بشكل كبير الاداء هنا بالنسبه للتدريبات اللي احنا شايفينها مع الكابتن محمد يوسف ومستر باتريس في جديه وحماس زي ما ذكرنا فيها المباراه الاولى، في تركيز شديد جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، وزي ما بنقول يا عمر ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي ويعود من جديد ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي. كريم، هل كل اللاعبين في حاله بدنيه جيده، في حاله فنيه جيده، حتى الاصابات مفيش اي حاجه ان شاء الله، والنادي الاهلي هيسافر بكامل قواه البدنيه اللي موجوده في لعبته؟ يمكن زي ما انت ذكرت الامور يمكن كلها ان شاء الله بتصب في مصلحه النادي الاهلي، بنتمنى زي ما انت ذكرت زميلي عمر النهارده حتى نهايه المران كمان ما يبقاش في اي احتكاكات اي اصابات اي كرامبات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كل لعيب متواجد في القائمه النادي الاهلي محتاجه في هذه المباراه. لكن اللي انا مش شايفه حتى هذه اللحظه في التدريبات احمد حمودي، يمكن لسه مش شايفه حتى هذه اللحظه في التدريبات، لكن كل اللعيبه متواجده، احمد فتحي كمان يمكن شايفه لابس فلات مش هيتدرب مع الفريق، هنسال برضه دلوقتي احنا متواجدين داخل الملعب ده في ملعب مختار التتش، لكن بشكل عام الامور كلها ماشيه بشكل طيب، الامور كلها ان شاء الله بتصب في مصلحه النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله الاجهاد والاصابات تبعد عن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الدقائق القادمه. كريم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وطبعا يعني كل المعلومات اللي كنا محتاجينها منك اكيد قلتها معانا والخاصه بمران النادي الاهلي.